كان عمري لما تزوجت تقريبا 15 سنة، خطبت 13 وتزوجت 15. لما خطبت 16 سنة، طبعا خطبة مدة سنتين، بعدها الزواج على 18. تزوجت كان عمري 18 سنة تقريبا. هيك عنا العادات والتقاليد، يزوجوا البنت صغيرة. البنت صغيرة بتتزوج ما بتفهم إشي أول، يعني بتكون زي البسة المغمضة، بدها ترضي بس يعني ترضي اللي حواليها، يعني ما بهمها حلقة، ما بهمها إنه ترضي أهلها وترضي بيت أهلها وترضي بيت زوجها وزوجها. هيك هو بكون ابن خالتي، وطبعا كونه معرفة إنه خطبوني إياه بكير وهيك مشت الأمور. زواج تقليدي بتقدر تحكي أكثر مما هو إنه معرفة أو هيك. ما كناش كتير متفتحين نعرف انه هذا شخصيته منيحة، هذا مناسب إلي، هذا مش مناسب إلي. فصغيرة قلت بلبس الفستان الأبيض، وحدة سنتين والله بيحبني وعم بيودي ناس، فالفكرة كانت معجبتني يعني في هذاك الوقت. يعني تزوجت طبعا، التقاليد والعادات لازم تخلفي، خلفنا وربينا. بعدين بفترة توجيهي صاروا صاحباتي اللي بسني نجحوا توجيهي. بهديك اللحظة أنا حسيت حالي إني أنا متزوجة صغيرة. كنت أنقهر، أفوت على غرفة لحالي وأصير أعيط. صرت أروح عند كل صاحبة على يعني على حفلتها، لما أروح على حفلتها أقعد هيك أتحسر على حالي، يا الله لو إني كملت توجيهي، ما أنا كنت شاطرة زيهم، كانوا معدلاتي بالتسعين، ليه ما كملت؟ كان هلأ صرت زيهم وفتت الجامعة. هو ما كان وافق إني أنا أكمل تعليم في الجامعة، بعد ما كان شرط من شروط أبوي إني أكمل تعليم. بصراحة أول سنة صارت يعني خلافات على هذا الموضوع، حاولوا إنهم يعني ينقلوني على جامعة القدس المفتوحة، كونها الأمريكية يوم يوم دوام وعندي ولد وهيك، فطبعاً أنا رفضت، أصرت إني أكمل دراستي وبالتخصص اللي أنا بدي إياه كمان. قعدت لحالي في البيت، صرت أفكر، قلت أنا لازم أكمل تعليمي، فيش مجال، فكملت تعليمي. طبعاً بعد معاناة، كان طبعاً بالسجن، يعني أبوهم للبنات كان بالسجن محبوس، كملت وهو بالسجن، بعديها طلع وأنا بالجامعة. يعني في أيام كنت أصور موادي وهي هندسة، ليلة الامتحان نفسه ما أقدر إني أدرس قبل أو بأي وقت تاني. ضليتني يعني كيف بدي اقول لك ضاغطة على حالي لربيت البنات وكبروا. لهي البنت صار عمرها تقريبا 18 سنة، يعني صرت احكي خلص لهون وبكفي، انا بدي اعتمد على نفسي وبدي اطلب الطلاق، لانه اصلا يعني زواج كان فاشل، يعني تجربتي كانت فاشلة. كنت حابة وبتمنى من الله انها تكون ناجحة، لانه ولا واحدة بترضى حالها تتسمى مطلقة، يعني صعبة عليها.
كانت الطلاق مسألة عصيبة بالنسبة لي، لأني كنت بنت صغيرة وابني 8 سنين، والقضاء كان كتير عادل. خلص يعني أنا من عمري 19 سنة وأنا فاقد الرغبة بالحياة، لأنه ليش أنا موجودة؟ بتسأل طب ليش أنا موجودة؟ أنا موجودة عشان بس أنه أطبخ وأستنى الرجل بيجي، كان ساعة 3 في الليل أو 4. خلص أنا مش مستقرة إذا بيتي دائماً هو في مشاكل، هو إذا أنا مش عم بسوي الإشي اللي بدي إياه، هو أنا عم بنضرب دائماً، ما فيش أمان، ما فيش استقرار، لا كنت بفتقد كتير أشياء. فبتوصل لمرحلة إنه خلص أنا طب إيش جابرني وهيك، فبترد ترجع لأنه في أولاد، حتى لو كان زوجك منيح وهيك ممكن إنك تبعدي، بس الأولاد بضلوا إشي مفروض عليك أكثر مما هو يعني أكثر من أي إشي تاني، بلزموك في البيت. يعني مش أنا عم مشكلة خفيفة بالله أنا وياه بدي أطلق، ولا على جكارة معينة أنا وياه بدي أطلق، ولا على خلاف بيني وبينه على بنت، ولا على عفش بطلق، مش هيك الطلاق بيتم. كيف بدي أقول لك؟ بيتم إنه ضل في مشاكل وضل هو مش فاهمك ومش قادر يستوعبك. أنا رجعت قلت أوكي جوزي كويس، أولادي موجودين، بسعى إني مثلاً أشتري أنت على منطقة تانية، على جنين، على مكان تاني، فبضل كل ما بال هالحياة بتزيد صعوبة مش بتسهل. يعني بتفكر إني أنجزت إشي معين، برد بلاقي حالي رجعت من أول وجديد بدي أسس إشي جديد. وضليت 8 سنين بعدين جبت بنتي. بنتي كنت لما رحت عند بيت أهلي كان عمرها يعني كنت لسه حامل فيها 4 شهور، هو كان أوريدي يعني متجوز واحدة تانية وجايبها على نفس البيت اللي أنا عايشة فيه. كنت فرحانة كثير لأنه خلص بدي أخلص من هذا الشخص اللي أنا مش متوافقة معه، لا فكرياً ما بدي يعني أدرس، بعنف أخلاقياً، مش البيئة اللي أنا عشت فيها، ولا مع أبوي ولا عشت فيها أصلاً في بيت أهلي. كلكم ومدت الإيدكم، أنا لو أنه ما بمد إيده علي ما طلعت، عرفتي كيف؟ بس هو لا تنقرة بمد ايده، يعني عنده ضرب، وضربه مو وحش يعني ضرب وحشي، مش ضرب بني ادمين تقولي مثلا بضرب كف وخلص انه هذا الكف خلص انه اكتفى منه، لا لازم بوكسات، لازم هيك بوكسات، يضربك باشياء حادة يعني يفتح لك راسك كذا قطبة هيك، فيش عنده ضرب خفيف. اذا ما موتكيش ما طلعكيش من بين ايديه خالصة، وجهك زي الخارطة بتركيش. رحت عن بيت أهلي ورفعت شقاق ونزاع، ما كانش في قضايا لا خلع زي هلا ولا طلاق، وكانت حتى قضية الطلاق تقعد 2 سنين. فبزهق الواحد يعني من المعاناة هاي، فبيختصر، بحاول يختصر. قالك شو اللي برميك على المر؟ قاله اللي أمر منه. من 13 سنة شو بتفهم؟ لساتني بلعب بالحارة يعني. الوقت اللي احنا فيه المرة بطلت بحاجة الزلمة، صارت هي بتقدر تبني حالها وهي تكون مستقبل إلها، وبالعكس ممكن هي يكون الزلمة مركن عليها أكثر مما هي مركنة عليه. فلا تدرس وتخلص دراستها وتتوظف وعمهلها على فارس الأحلام بيجي آخرته بيجي. كملي تعليمك، كوني مثقفة قادرة تتمكني اقتصاديا، بنفس الوقت من ربي أولادنا إنه آخر إشي إلها لو هي تعلمت هي لازم تتزوج. يعني لو هلأ زوجي بدي يأخذني هلأ مثلاً، أنا بشتغل هو بشتغل كل شيء تمام واعيين، حتى الخلفة كان أجلناها 2-3، مش زي وإحنا صغار طبعاً، تاني شهر كنت حامل بابني. فبتفرق من جميع النواحي. يعني المفروض الأم تكون متعلمة مثقفة، مشان لأنه أصلاً هي بدها تربي جيل، فيفضل انها تكون هي مثقفه مشان تربي جيل مثقف ومتعلم. احلام سندريلا تخليها على جنب شوي لانه الواقع غير تماما. ربوا البنت صح، اعطوها قوه شخصيه، اعطوها ثقه بنفسها، وخلوها تعيش بالحياه وتمشي بحياتها، بتثبت لكم جدارتها اكثر من 100 شاب.